اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقعدنا يا عم في حته بقى عصبتني. الله، ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه، ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد باشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول باشاندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده، اما كان باشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس، دي البنت لوزه الخدامه بنت باشاندي. تصدق هو باشاندي؟ انتوا هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده، شوف رقبه فوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود، ميعاد نوال. نوال. يا بيي. بقول لك يا نوال، انا عايز عنوان باشاندي ضروري. باشاندي ايه بقى ده وقته؟ احنا صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا، ده انا ممكن اولع الدنيا. ايه يا اعمى؟ يا اعمى؟ ايه مش في قطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا هستناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا طيور، ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده، مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه، ما بطيقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده، انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انا انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده، انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لمين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى، كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال، مالك ياض يا وش؟ بتلتهب علينا ليه؟ في حاجه؟ في حاجه، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي يا؟ ايه؟ واحده كده. واحده ايه يا تيمور؟ البنت دي تلزن. نفض لنفسك يا. نفض ايه؟ في حاجه في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفه. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البنت اتخطفت، البنت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد. تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه مش وراكوا ليه؟ يلا بسله فله. يلا ايه يا كابتن، في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه، انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح. طب خد خطيبتك وروح، وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي، ياخدوك ايه ده؟ انت روحي افهمني، انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع باشاندي؟ لا باشاندي ده حكايته حكايه. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تيلا نمشي من الشارع ده، انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. اصحى سيبتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس، سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك، تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ كنت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. لا بيت باشاندي هو دوت. اخلص اخلص. حاضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلال. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى، والله حزنت عليك، والله تأثرت لي. لحظة ابكي.
الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول وانت واقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرة ولا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا دعيب ياد. والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لستك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق ستك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابا. شوف اول ما ريت دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشاندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلوه. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعد ابعد يا اللي بتبعد. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش. بقولك طلع طوال فلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده. يا ابني تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم أبو حاتم يعني طيور المهاجرة. أهلاً أهلاً. ما شاء الله تبارك الله. والله ساحر الأتموسفير حب كله السحر. والله مساك الله بالخير. أهلاً أهلاً وسهلاً. أعطيله أعطيله. يا ألف أهلاً وسهلاً. والله مسكين ما معك ساعة؟ معي سموك. معك يا رجال. أهلاً وسهلاً. أهلاً أهلاً. ما معك سيارة؟ معي سيارة. أعطي. يا 300,000 أهلاً وسهلاً. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل. قالت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت. ولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفة ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيرة يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرا سق بالنار هذه. ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. هيك ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا امي. لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تراني اعمل بيبي دخان. والله سوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع. انا العفريت. فاتني ليه يا حرامي؟
حرامي انا مش حرامي لا حرامي لسه كل الناس فاكر اخر مره سرقت فيها لو جبت ام نوال يا حرامي انا مش سرقتش حاجه لا اهو العود يا معلم والله انا كان قلبي حاسس ان انت نصاب يا بقه هو انت امال مين يا حبيبي طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه سيبوني بقى في حالي الحق الحق نسيبك انت اهبل لازم ام نوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها لا ابوس ايدك حمدي لا ام نوال انا باكل من عيش خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يا جوز ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يا جوز يا بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي ام نوال مستنيه الخلانوسه بفارغ الصبر مين الخلانوسه دي كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه بتقول ايه يا بشندي ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده خالتي نوسه وصلت يا اخي يا زغرد ده انا الفرحه مش سايعاني لا دي اللي هتجيب التايه كفايه يا بشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض خلاص هنستناكي النهارده حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه بالسلامه بالسلامه هاتو اسمع يا عم زفت انت اللي اقوله شرط اخره ايه نور لا ضلمه على اليخون كلمه تطلع كده كلمه كده تعال اوريك هنعمل فيك ايه انا لفوا 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 يا حرام انتي مصدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد شش خشي برجلك اليمين خشي في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا الأرض احفظي معليكي منورة يا هانم هي فين أنا مشتاقة مستنياكي جوه اتفضلوا آه ما شاء الله دي طايرة يا ولا طايرة يا خالتي أنت بتصدقي في الكلام ده اسكتي يا ولا يلا اتكل أنت على الله يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم سلام لا هتنسعيني هرجو عليك المية ايوه انزلي روحوا له الاثنين هو في الحمام بيستحمى دلوقتي خلوا منه الصابونه انت حته اخوك حته وقفلوا عليه لحد ما يموت اهلا السلام عليكم يا ستي وعليكم السلام ورحمه الله قطه اهلا 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 الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عاوز الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت حمدي ابن اخت بتعرفيه ها؟ ها؟ ده برسامجي مدمن مخدرات وصايع كمان ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع طلعوه بره ليه يا ست انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا انا عارفه يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره ماشي يا خالتي اما اشوف اخرتها عطينا عليك يا حبيب ايه موضوع الولايه دي يا بشاندي نصبه زيك ولا ايه لا يا استاذ حمدي ده بجد دي ولايه مبروكه انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك اللي عليها حضروا مالك يا خالتي نوسه اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني الو ايوه يا مدام سوكار ايوه احنا اللي نقوله نعيده قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس كيس دعوه بس انت ساعديني هاتيلي حاجه من قطره يا ست انت فنانة ايه وسراب ايه ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده انا عايزه حته من وده تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه الدم بيعمل معانا سخن ايوه لا ده انت اختي طب يا حبيبتي بالسلام قطعوا النسوان ودوستهم ازيك يا بنت يا سعاد ما شاء الله ازيك يا نوال عرفتي اسامينا ازاي انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي عايز تحس ان انا ساحره ازاي نازله لكم السقف وعامله لكم نار انزلي
ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والسون. مايكل. يس. الو ورجع عقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولاد اكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك. انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، بس امسك خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير في داهيه. اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة بس تبقاش جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص. امال جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعملي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. وين فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هما لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع ما اقولك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وببلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم. ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا الناس محترمه قوي يا سعاد ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه وليه ده؟ ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك. مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنصر؟ بلاش دول. قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الساحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليك يا يلا. جامايكا. انا يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا.